السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم خولة. قناتي وقناتكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. جيت نقترع عليكم تتدي الأشكال نتاع الغريبات بعجينة وحدة، نتمنى تعجبكم. وإلى أول مرة كتزوروا قناة أم خولة، مرحبا بكم، ألف مرحبا. غادي ندوزوا للطريقة ومقادير هاد الغريبة. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 175 غرام تاع الزبده. بالنسبه للتزيين كاين الفيرميسيل، كاين البسكوي مرحي، وعندنا الشكلاط غبره، وانا نسيت ما درتوش في المقادير. كاين عندنا كاس معمر تاع الزيت، كاس معمر تاع السكر، كاين جوج خميرات تاع الحلوى، وفانيا والدقيق. بسم الله على بركة الله، غادي نخدمو الزبدة والسكر، كنخدموه مزيان. حتى كيولي على هاد الشكل، كنزيدو عليه الزيت. وكنخدموه مزيان بهاد الطريقة. غادي نزيدو الفاني وجوج خميرات نتاع الحلوى 16 غرام، والدقيق، ما كندخلوش الدقيق كله في العجينه، كنخليوها مرخوفه وكنقسموها على ثلاثه، واحد كنزيدو البسكوي مرحي، والاخر كنزيدو له الفيرميسيل، والثالث كنزيدو له الشوكولاته غبره. غادي نخدمو
غريبات بثلاثة، وحده بالشوكولات، وحده بالفيرميسال، وحده بالبسكوي مرحي. هذا هو الشكل ديالهم. غادي نشكلهم كويرات. هذا الشكل الرابع راني نقصته من العجينه الاخيره اللي فيها البسكوي ودرتها في السكر كلاسي. غادي ندخلهم الفران نسخن من قبل على درجة حرارة 180، غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبات ديالنا. نتمنى يعجبوكم، ما تبخلوش عليا باللايكات والبارتاج مع الاصدقاء والاحباب، وكنشكركم جزيل الشكر، والى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله.